قالوا لي انك عاوزني يا حاج. طب انت هتتكلم وانت واقف كده؟ اقعد. خير؟ شوف يا عرب، انت اتربيت في المكان ده، والمكان ده اولى بيك من اي مكان تاني. معلش يا حاج، عندنا مؤاخذه، مكان ايه اللي اتربيت فيه؟ المغلى يا عرب، انت اتربيت في المغلى هنا. انا عاوزك ترجع تشتغل تاني. لا ما خلاص بقى حاج، خلصنا. ايام مولت، انا حطيت ايدي في ايد الجياشين وقرينا فاتحه، ولا تضلين امين. اشتغل مع اعدائي يا عرب. الشغل ما يعرفش حبيب من عدو، مش ده كلامك اللي انت علمتهولي زمان وانا صغير؟ بتعدينا يا عم. ده عاش ولا كان اللي عاديك يا حاج؟ ده انا شايلك الحلو اللي ما بيننا، حتى الوحش. وحش؟ هو في وحش مني جواك؟ لا، القصد ان حتى الوحش انا شايله بعيد، ركنه على جنب، مش عاوز حتى ابص عليه. وبالمره في حاجه كمان عاوزك تعرفها. ايه؟ اشجيني يا عرب. شحنه الخشب اللي انا خلصتها من الجياشين تخصني ومالكش فيها حاجه، وقصه النسبه دي تنساها. والله يعني انت قد انك تعمل راسك براسي؟ لا، انت قد الدنيا والدنيا مش قدك. وانا راجل ما عدنيش الاصول، متربى على طبلية ابويا. اي نعم ما شفتوش الله يرحمه، بس امي الله خليها ليا عملت بالواجب، وقالت لي وانا صغير ان الصغير مصيره يكبر ويرقي نفسه لحد ما يبقى نمره واحد. امك عين العقل. شوف يا عرب، الكبير ما يبصش للي في ايد غيره. وانا عمري ما ابص لحاجه ما تخصنيش. عرب! شكلك كده هتموت موتة ابوك. تقصد ايه؟ من شابه أباه فما ظلم، وأنا كأني شايف جلال السويركي قدامي دلوقتي. آخر مرة شفته فيها كان وشه أصفر ومخطوف، كان واقف نفس الوقفة اللي أنت واقفها هنا. ألف رحمة مر عليه. وظهر ظهر بقك بالقرنفل. خليهولك، ما بقاش يجي معايا. ولا بطلع لك عني يا عرب. بابا، انا فكرت في كلامك ووصلت القرار. انا مش هتجوز مازن. ايه؟ مش هتتجوزي مازن؟ ايوه حبيبتي، ما انا لو مشيت ورا كلامك ده ازاي اروح اقول له هو ولا ابوه ردك ده؟ ده تبقى كارثه. كارثه؟ ليه؟ هما بياكلونا ولا بيرزقوك؟
هو انت بقيت عامل كده ليه؟ انت كبير قوي في نظري ومش عاجبني طريقه كلامك عن الناس دي. حبيبه قلبي، مش كل حاجه الفلوس. الفلوس مش مهمه، الفلوس ما بتحلش كل حاجه. ماشي، ما تشغلش بالك بقى بالموضوع ده خالص، انا خلصتك منه. ازاي؟ مازن جالي الشغل وفهمته اني مش حباه واني مش هتجوزه. انا فاهم، في حد تاني في حياتي غيره.